السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي من مدارسنا، مدارس المنتزه الخاصة، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. ميس منال أحمد، تعالوا بينا نشوف الدرس الجديد حبايبي. الدرس بيقول من التراث المصري. الدرس اسمه من التراث المصري. تعالوا نتعرف الأول يا أبطال على كلمة جديدة. كلمة التراث هي كلمة جديدة علينا. طيب التراث ده يعني ايه؟ هو كل ما له قيمة باقية من عادات وثقافة وآداب وفنون وعلوم وحضارة، وبينتقل من جيل إلى جيل، يعني موجودة من زمان وبتنتقل من الأجداد إلى الآباء إلى الأحفاد وهكذا حبايبي. دي معنى كلمة التراث. عندنا في الدرس ثلاث شخصيات حبايبي. الشخصية الأولى نجيب محفوظ، والشخصية الثانية محمود مختار، والشخصية الثالثة أم كلثوم. يا ترى ايه ميزاتهم اللي يعتبروا من التراث المصري؟ كل واحد قدم وساهم في التراث المصري في مجال معين. تعالوا نقرا الدرس ونشوف. اول شخصيه نجيب محفوظ، روائي مصري حائز على جائزه نوبل في الادب. من اشهر اعماله الثلاثيه، وهي من افضل الروايات في الادب العربي الحديث. الشخصيه الثانيه محمود مختار، فنان بارع في النحت وصاحب تمثال نهضة مصر. صنع هذا التمثال من الجرانيت ويعد رمزا لمصر الحديثة. الشخصية الثالثة أم كلثوم، هي أفضل مغنية في العصر الحديث، ولقبوها كوكب الشرق. غنت أناشيد وطنية كثيرة، ومن أغانيها مصر تتحدث عن نفسها. تعالوا نشوف معاني كلمات حبايبي. روائي يعني كاتب قصص طويلة. حائز يعني حاصل. الروايات هي جمع كلمة رواية ومعناها القصة الطويلة. بارع، فنان بارع، بارع يعني ماهر. الجرانيت، الجرانيت نوع من الصخور الصلبة. كلمة ولقبوها، لقبوها يعني اسم مميز. تعالوا نشوف شرح الكلمات. روائي اسم، ومصري اسم، مصري فيها مد بالياء والحرف الممدود حرف الراء. حائز فيها مد بالألف، على وفي ومن، دول حروف من حروف الجر. كلمة الأدب فيها لام قمرية. الثلاثية فيها تاء مربوطة وكمان فيها حرف مشدد هو حرف الثاء. هي من ضمائر الغائب. ضمائر الغائب هي وهو وهما وهم وهن. كلمة بارع يعني ماهر، وفيها مد بالألف، في حرف من حروف الجر. النحت النون، اللام هنا هو يا ولاد لام شمسية، عشان النون من حروف اللام الشمسية. لام تكتب ولا تنطق. صاحب فيها مد بالألف والحرف الممدود الصاد. نهضته فيها تاء مربوطة. مصر اسم بلد. هذا اسم من أسماء الإشارة. رمزا تنوين بالفتح. لمصر اللام هنا حرف من حروف الجر متصلة بالاسم. ناخد تاني. وطنية وكثيرة، هنا تاء مربوطة. وطنية كثيرة فيها مد بالياء. وأناشيد جمع نشيد وفيها مد بالألف ومد بالياء الاتنين مع بعض. طيب كلمة أعماله، من أشهر أعماله. أعماله يا أولاد الهاء هنا هاء الضمير، وهاء الضمير تأتي في نهاية الكلمة، ليست عليها نقاط. في نهاية الاسم أو الحرف أو الفعل بنحطها، وهي هنا عايدة، الهاء عايدة على أعمال نجيب محفوظ. ونفسيها برضو نفسيها هاء الضمير، الهاء إن هو هاء الضمير. نشاط واحد. ما الجائزة التي حصل عليها نجيب محفوظ؟ من يفكرني يا أبطال؟ جائزة نوبل في الأدب. سؤال التاني، ما أشهر أعمال نجيب محفوظ؟ رواية الثلاثية. السؤال الثالث، من قام بنحت تمثال النهضة؟ مين يقول لي؟ الفنان البارع مين؟ محمود مختار. برافو. ماذا تعرف عن تمثال النهضة؟
ان هو مصنوع من الجرانيت وهو رمز لمصر الحديثة. بماذا لقبت ام كلثوم وما افضل اغانيها؟ من يذكرني؟ لقبت ام كلثوم بكوكب الشرقي، ومن افضل اغانيها مصر تتحدث عن نفسها. معاكم النشاط الثاني، ضع الاسم المناسب لكل جملة. الجملة الاولى، لقبت بكوكب الشرق، هنختار من نجيب محفوظ ولا محمود مختار ولا ام كلثوم؟ لقبت بكوكب الشرق ام كلثوم. السؤال الثاني، فاز بجائزة نوبل بالادب العربي، مين يقول لي؟ مين اللي فاز؟ نجيب محفوظ. نهت تمثال مصر نهضة مصر، محمود مختار. النشاط الثاني، تخير الصواب من بين القوسين، نجيب محفوظ كان رساما ولا مغنيا ولا روائيا؟ كان ايه حبايبي؟ كان روائيا. اعمل اهم اعمال نجيب محفوظ، الرباعية ولا الثلاثية ولا الثنائية؟ الثلاثية. نمرة ثلاثة، صنع محمود مختار التمثال من الجرانيت ولا الخشب ولا البلاستيك؟ من الجرانيت. لقبت ام كلثوم بالكروان ولا كوكب الشرق ولا القياصرة؟ كوكب الشرق. النهاردة بناخد ظرف الزمان. ظرف الزمان حبايبي هو اسم يدل على الزمان، وهي كلمات تدل على زمن حدوث الفعل، زي كلمة صباحا، مساء، ظهرا، عصرا، ليلا، نهارا، صيفا، شتاء. كل دي كلمات بتدل انها ظرف زمان. تعالوا نشوف امثلة. تظهر الشمس في السماء صباحا، اتناول طعام العشاء ليلا، اذهب الى الفصل بعد طابور الصباح، تحكي لي امي قصة قبل النوم. كل دي كلمات بتدل على حدوث الفعل، فهي ظرف الزمان. تعالوا نشوف صورة ونشاط تاني. عبر عن كل صورة مستخدما الكلمتين التاليتين صباحا وليلا. جيب لي صورة للتلاميذ او الاولاد رايحين المدرسة، والصورة التانية لبنت نايمة. يا ترى نفكر نعمل الجملة ازاي؟ يلا بينا. الجملة الاولى، يذهب التلاميذ الى المدرسة صباحا. الجملة الثانية، اذهبوا الى النوم ليلا. والى اللقاء حبايبي في قصة جديدة من قصص الصف الثاني الابتدائي. السلام عليكم.